حلقة النهاردة بنتعلم فيها إزاي نستخدم المؤشرات الفنية لتأكيد العد الموجي الخاص بينا على الرسم البياني. لو تفتكروا احنا في الدرس اللي فات احنا تعلمنا إزاي نستخدم الدراسات الفنية في تحديد وضعيات أو فرص التداول المحتملة عن طريق استخدام المجد، وتعلمنا من خلال ثلاث تقنيات للمجد وهما إشارات الهوكس وإشارات السيلينج شوت وإشارات انعكاسات خط الصفر. اتعلمنا من خلال هذه التقنيات الثلاثة ان احنا نكتشف افضل الفرص المحتملة. وفي درس النهاردة احنا بنكمل الموضوع وبنستمر في دراسة مؤشر المجد اللي يعتبر واحد من اهم الدروس التعليمية فيما يتعلق بكيفية استخدام المؤشرات الفنية وخصوصا مؤشر المجد اللي هنحب استخدامه لما نعرف النهاردة ازاي نحسب موجات إليوت عن طريق استخدام مؤشر المجد. وخلونا نبدأ مع بعض ونشوف الطرق والوسائل اللي ممكن نستخدمها في كتابة العد الموجي الصحيح عن طريق استخدام مؤشر المجد. اتعلمنا ان احنا عندنا نوعين من الموجات، الموجات الاندفاعية والموجات التصحيحية. كمان لو تفتكروا ان الموجات الاندفاعية في منها نوعين، موجات اندفاعية في الاتجاه الايجابي يعني حركة الأسعار بتتحرك في الاتجاه التصاعدي، وموجات اندفاعية في الاتجاه السلبي يعني حركة الأسعار بتتحرك في الاتجاه الهابط. ونفس الكلام برضو بينطبق على الموجات التصحيحية، في منها الموجات التصحيحية الإيجابية والموجات التصحيحية السلبية. خلونا نبدأ مع بعض ونشوف إزاي احنا نحسب موجات الاندفاع باستخدام مؤشر المجد. ببساطة في مجموعة من القواعد اللي احنا المفروض نتبعها علشان نكتب العد الموجي الصحيح على الرسم البياني. اول حاجة بنركز عليها ان احنا نعرف نهاية الموجة الاندفاعية الثالثة، وعلشان نكتشف ده فلابد ان احنا ناخد بالنا انه غالبا بتكون القراءة الابعد في مؤشر المجد بتتوافق مع الحد الاقصى للموجة الثالثة. يعني لو كانت حركة الأسعار خلال الموجة الاندفاعية التصاعدية أو الإيجابية، فده معناه أن نهاية الموجة الثالثة اللي بتتكون عند أعلى نقطة على الرسم البياني لابد ولازم أن يكون مؤشر المجد هو كمان في نفس الوقت حقق أعلى نقطة فيما يتعلق بقراءة مؤشر المجد. وهنا ناخد بالنا أن أعلى نقطة على الرسم البياني احنا بنعتبرها السوينج الأول في نموذج التباين. كمان أعلى نقطة موجودة على مؤشر المجد احنا بنعتبرها السوينج الأول في قراءة مؤشر المجد في نموذج التباين. والقاعدة الثانية بتقول علشان نتأكد من ان الموجة الثالثة اتكونت فلازم ان مؤشر المجد يتجه نحو خط الصفر. في نفس التوقيت بتكون حركة الأسعار معانا فوق على الرسم البياني بتتجه نحو الهبوط، وهي دي المرحلة اللي بتتكون فيها الموجة الرابعة قبل نمو وتكوين الموجة الخامسة. والقاعدة الثالثة اللي معانا بتقول انه اثناء تكوين الموجة الخامسة هتكون قراءة المجد خلال هذه الموجة مداها اقل من اللي كانت عليه في الموجة الثالثة. يعني لو قسنا المسافة في مؤشر المجد خلال الموجة الخامسة وقارناها بالمسافة خلال الموجة الثالثة هنلاقي ان الموجة الثالثة لازم تكون اكبر في مداها على مؤشر المجد من اللي موجود عليه في الموجة الخامسة على مؤشر المجد. وهنا بتتشكل نماذج التباين او التباعد اللي احنا تعلمناها قبل كده، سواء كان التباين السلبي او التباين الايجابي. في الوقت نفسه لازم تندفع الاسعار فوق على الرسم البياني وتتجه عند ابعد نقطة علشان تكون الموجة الخامسة. فلو كنا بنتحرك في موجة اندفاعية تصاعدية فأبعد نقطة في الموجة رقم 5 لازم تكون أعلى من أبعد نقطة في الموجة رقم 3، والعكس طبعا لو كنا في الموجة الاندفاعية السلبية فلازم تكون أبعد نقطة في الموجة رقم 5 أقل من أبعد نقطة في الموجة رقم 3. وخلونا نفتكر وبشكل سريع إيه هو الفرق ما بين التباين السلبي والتباين الإيجابي. في التباين السلبي بتكون حركة الأسعار فوق على الرسم البياني بتشكل قمة تانية أعلى في ارتفاعها من القمة الأولى، وده اللي بنسميه إن السوينج التاني أعلى في ارتفاعه من السوينج الأول. في نفس الوقت على قراءة المجد بتكون قراءة السوينج التاني أقل في ارتفاعها من قراءة السوينج الأول
على مؤشر المجد. ونموذج التباين السلبي هو من النماذج اللي بتتوقع تنفيذ عمليات بيع. النموذج الثاني اللي عندنا هو نموذج التباين أو التباعد الإيجابي، وفي هذا النموذج بيكون السوينج الثاني على خط الأسعار أقل في ارتفاعه من السوينج الأول على خط الأسعار. أما بالنسبة لقراءة المجد فبيكون السوينج الثاني أعلى في ارتفاعه من السوينج الأول على خط المجد. وهذا النموذج هو من النماذج اللي بتتوقع تنفيذ عمليات شراء. وتعالوا نشوف مع بعض الرسم التوضيحي اللي معانا، وهو رسم توضيحي عن تشارت السكر، وهنشوف في هذا الرسم البياني ازاي نكتب العد الموجي باستخدام مؤشر المجد. وزي ما احنا شايفين مع بعض على الرسم البياني، طبعا ده نموذج التباين السلبي. السوينج الاول عندنا هنا، وده يعتبر نهاية الموجة رقم 3. ازاي اتكونت الموجة رقم 3؟ اتكونت لان القراءة الابعد على مؤشر المجد كانت بتتوافق في نفس الوقت مع القراءة الابعد لخط الاسعار على الرسم البياني فوق، زي ما احنا شايفين خلال شهر يوليو. بعد كده انخفض مؤشر المجد وراح واتجه الى خط الصفر. يعني حركة نزول مؤشر المجد معانا هي عبارة عن حركة الأسعار خلال الموجة رقم 4، والتحرك ده عموما بيكون قبل انتقال السعر إلى الموجة الخامسة. وعلى الرغم من أن أسعار السكر كانت عند مستويات أعلى في نهاية الموجة الخامسة الفرعية من اللي كانت عليه في نهاية الموجة الثالثة الفرعية، فإن قراءة المجد خلال الموجة الخامسة الفرعية هبطت أقل بكتير من قمة الموجة الثالثة الفرعية. علشان كده من فضلك افتكر انه في داخل حركة بتتكون من 5 موجات، ففي 3 اشارات من اشارات المجد لازم ان انت تدور عليها. الاشارة الاولى بتقول ان الموجة التالتة غالبا او في اغلب الاوقات لازم ان هي تتطابق مع القراءة الابعد في مؤشر المجد، وده اللي بيأكد تكوين نهاية الموجة التالتة. الاشارة التانية بتقول ان الموجة الرابعة بيصاحبها اختبار خط الصفر، وده طبعا على مؤشر المجد. يعني أثناء حركة الأسعار فوق على الرسم البياني خلال الموجة الرابعة، فإن مؤشر المجد الموجود في أسفل الرسم البياني بيتحرك وبيختبر خط الصفر. أما الإشارة الثالثة بتقول لنا إن الموجة رقم 5 هتندفع فيها الأسعار وتتحرك عند أبعد نقطة جديدة، في حين إن مؤشر المجد هيقدم قراءة مختلفة على العكس من اللي حصلت في الموجة الثالثة. أما لو كنا في موجة اندفاعية سلبية فهيكون عندنا نموذج التباين الإيجابي. فلو كنا في موجة اندفاعية إيجابية هيتكون عندنا نموذج التباعد السلبي. أما لو كنا في موجة اندفاعية سلبية فهيتكون عندنا نموذج التباعد الإيجابي. تعالوا ناخد مثال تاني ونشوف معانا واحد من تشارتات الأسهم اللي ظهرت عليها إشارات مؤشر المجد اللي تعلمناها قبل كده في الدرس اللي فات، واللي كانت إشارات باسم انعكاسات خط الصفر. وزي ما احنا شايفين على الرسم البياني ان النموذج اللي أمامنا هو نموذج التباعد السلبي، واللي بسببه هبطت الأسعار في نهاية الموجة رقم 5. ازاي يتكون الشكل ده؟ زي ما احنا شايفين على مؤشر المجد ارتفعت قراءة مؤشر المجد، وقدر مؤشر المجد انه يحقق ابعد نقطة. في نفس الوقت ارتفعت الاسعار وقدرت ان هي تحقق ابعد نقطة. وهنا دي معانا الموجة رقم 3. ازاي اتأكدنا منها؟ اتأكدنا منها لما هبط مؤشر المجد وراح عند خط الصفر واختبره. في نفس الوقت كانت الاسعار فوق بتاخد معانا شكل النزول. ولو رجعنا مرة تانية بعد اختبار خط الصفر هنلاقي معانا ان خط المجد رجع وارتفع مرة تانية، لكنه ما قدرش انه يرتفع ابعد من قراءة خط المجد اللي اتكونت عند الموجة رقم 3. وهنا ده بيقول لنا ان دي ممكن تكون تكوين للموجة رقم 5. نتأكد ازاي؟ نتأكد لما تكون حركة الاسعار فوق بالنسبة للموجة رقم 5 بتكون نقطة ابعد او اعلى من حركة الاسعار اللي اتكونت خلال الموجة رقم 3. فلو رسمنا خطين، خط فوق على خط الأسعار ما بين نهاية الموجة رقم 3 ونهاية الموجة رقم 5، وفي نفس الوقت رحنا رسمنا معانا خط على نهاية مؤشر المجد
لأبعد نقطة خلال الموجة رقم 3 ووصلناها عند أبعد نقطة خلال الموجة رقم 5، فده بيكون لنا نموذج التباين السلبي. وهنا مع نهاية الموجة رقم 5 احنا المفروض ننفذ عمليات بيع. ده كان شكل من أشكال التباين السلبي اللي بيكون فيه السوينج الثاني على خط الأسعار أعلى في ارتفاعه من السوينج الأول على خط الأسعار، وفي نفس الوقت بيكون السوينج الثاني على مؤشر المجد أقل من ارتفاعه من السوينج الأول على مؤشر المجد. تعالوا نشوف مع بعض المثال الثاني عن نموذج التباين الإيجابي. وفي هذا النموذج نبدأ ندور على أدنى نقطة في قراءة مؤشر المجد. زي ما احنا شايفين هنا أقل نقطة في قراءة مؤشر المجد، وهنا نبدأ نراجع الإشارات الثلاثة اللي تعلمناهم علشان نشوف هل فعلا دي الموجة رقم 3 ولا لا. أولا اتكون عندنا على مؤشر المجد أقل نقطة، في نفس الوقت عندنا حركة الأسعار السعر نزل وحقق أقل نقطة. فعلشان نتأكد ان دي فعلا الموجة الثالثة ولا لا، نرجع نشوف مرة تانية مؤشر المجد، والإشارة هنا بتقول ان مؤشر المجد لازم يرتفع ويروح عند خط الصفر ويختبره. هذا الارتفاع على مؤشر المجد بيكون مصاحب وفي نفس الوقت حركة ارتفاع الأسعار فوق على الرسم البياني، وهي دي حركة الموجة رقم 4. بعد كده بيبدأ مؤشر المجد مرة تانية انه ينزل بعد اختباره الخط الصفر ويروح يدور على أدنى نقطة مرة تانية. هنا لازم تكون أدنى نقطة بالنسبة لمؤشر المجد، ما ينفعش إن هي تنزل أقل من أدنى نقطة اللي تكونت في الموجة رقم 3. أما بالنسبة لخط الأسعار فوق فبيكون العكس، يعني لازم تكون أقل نقطة أو أبعد نقطة كونها حركة السعر خلال الموجة رقم 5 أقل في مستواها من نهاية الموجة رقم 3، وده طبعا اللي بيكون لنا نموذج التباين الإيجابي اللي هو نموذج بيتوقع تنفيذ عمليات شراء. ودي كانت الأفكار السريعة اللي بتوضح لنا إزاي نكتب العد الموجي الخاص بالموجات الاندفاعية، سواء كانت الموجات الاندفاعية الإيجابية أو الموجات الاندفاعية السلبية. وفي الدرس اللي جاي هنتعلم استخدام المجد ونشوف إمكانية العد الموجي للموجات التصحيحية.